مين بيتولى هذا الأمر؟ ومين لو دخلت انتخابات القادمة، انتخابات رئاسة يعني لرئاسة ليبيا وانتخابات حرة نزيهة، من يفوز في هذه الانتخابات؟ هل أنصار العقيد معمر قذافي أم أنصار فبراير 2011؟ يعني مين اللي ممكن يفوز في هذه الانتخابات إذا جرت انتخابات نزيهة؟ شوف، نحن الآن نتحدث في هذه المرحلة، نحن نقول على الأقل في جبهة نضال الوطن التي أنا أتشرف بعضويتها، نقول أن المعركة الواجبة الآن ليست معركة سياسية من يحكم، هذه معركة إنقاذ وطن. هذه السفينة نحن وخصومنا علينا نتفاهم لكي لا تغرق هذه السفينة التي عليها وسط هذا الطوفان من المؤامرات. عندما نخرجها من هذا، وهذا يجبرنا أن نجلس مع بعض ونتفق على إنقاذ الوطن أولا. أما مرحلة الانتخابات هذه مرحلة أخرى، عندما يستقر الوطن يصبح من حق كل الليبيين الذين ينطبق عليهم الشروط أن يتقدموا لهذه الانتخابات. إحنا ليس مسألة سلطة ولا إعادة نظام كان موجودا أو لا، ونحن لسنا حزبا سقط. كثير من الناس تعتقد أن نحن بضعة آلاف في حزب لمعمر قذافي، نحن بنية اجتماعية وسياسية وعسكرية وأمنية، يعني لم نكن. ولو وضعت خريطة ليبيا في 2011، وهذه موجودة عند الغرب ويعرفونها جيدا وقد تحدثنا فيها، وهم الآن يعودون تدريجيا إلينا ويحاولوا أن يصحوا أخطائهم بخجل. في حوار مع حضرتك من الغرب، مع الغرب؟ طبعا فيه معنا، طبعا فيه معكم منذ فترة. يعني عندما تضع خريطة ليبيا، من المدن والقبائل التي قاتلت مع القذافي ومن الذين كانوا ضده لا يقارن، هذه واحدة. رقم اثنين، الليبيين ما اعتقدش ان بعد اللي حصل في هذه المرحلة من هؤلاء ما زالوا يثقوا في احد يسلمونه انفسهم. وفي اما نحن لا نبحث عن سلطة بعد ما تخرج ليبيا من هذا الوضع البائس. حضرتك مش هتخوض انتخابات؟ مين؟ حضرتك؟ لا 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 خالص، قمنا بواجبنا وادينا دورنا خير او شر، وهذا تاريخنا ورا ظهورنا. لكن العار يلحق بأي ليبي ما لم يبادر بإنقاذ بلده ويشوف نساء تضرب بالجزم ويشوف بلده مستباح من كل قوى الشر ويشوف ثرواته تبدد. إحنا ما تحركنا عشان ندور في السلطة ولا ندور ولا نصارعوا في أحد، ولا إحنا ليبيا عاملين فيها يعني. ونحن أيضا حتى عندما كان القذافي والذي نحن أنصاره يتكلم عن صوت الشعب، حكم الليبيين يعني الشعب يحكم نفسه. كل مدينة وكل قرية وكل وادي يجلسوا مع بعض في مؤتمر شعبي، برلمان في كل حي، وهؤلاء يجتمعوا ليقرروا، يختاروا من يشاءون لإدارة شؤون القرية أو المدينة أو المرفق أو ومبعوثيهم أو مندوبي هؤلاء الذين يأخذون هذه القرارات تجمع في مؤتمر الشعب العام. عندما يجتمعون في مؤتمر الشعب العام ليس برلمانا، وإنما هذه البرلمانات تنقل صوتها لبرلمان واحد لكي يصيغ هذه القرارات. احنا عمرنا ما كان حد يعين محافظ لطبرق مثلا او لسبها او لجبل الغربي، الناس تجلس وتختار وتعزله ما تشاءت وفقا للقواعد والتراتبيه. في نحن لم نكن نظاما تقليديا، نحن نظام الشورى الحقيقي كان يطبق في ليبيا، وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. طب اذا كان كده ليه الناس قامت في 2011 اذا كان الامر لو قامت الناس ما كانش جانا حلف اطلسي. هذه مؤامرة الآن بدأت تتكشف، يعني ما لم يعد هناك يعني قصة للشرح. أما أن يكون هناك جيل ولديه مطالب ولدينا، طبعا لم نكن يعني ما في نظام كامل أو نعم يعني كل ترضى طموحات الشعب كلها يعني. طبعا طبعا طبعا، لكن الناس اكتشفت هذا. الليبي كان يدرس بلاش، يأكل بلاش، الكهرباء بلاش، الإقامة بلاش، السكن بلاش، التعليم في الخارج عشرات الآلاف بلاش، يعني أسعار الأكل والواحد شبه مجانية، النفط والغاز والسيارات والكهرباء. يعني هم الآن الناس تتحدث يعني، ولم يعد والناس اللي كانت في ليبيا تعرف هذه الحقائق. خروج الليبيين لم يكن من أجل، خرج جيل لديه حلم آخر ولديه، هذا شيء طبيعي أن يخرج. واصطادوها هؤلاء المجرمين.